اهلا بحضراتكم من جديد، وانضمنا في الاستوديو اللاعب الكوبي المحترف ليبرو الفريق يوندر جارسيا. برحب بيك في البدايه يوندر، ومنور قناه النادي الاهلي. انا سعيد للغايه وسعيد جدا بتواجدي هنا في القناه. يوندر، يمكن انا في البدايه يعني رحله انضمامك للنادي الاهلي، يمكن انت اول مره تكون معانا على قناه النادي الاهلي، ازاي بدا الكلام معاك وازاي انضميت للنادي الاهلي في البدايه؟ أنا بالنسبة لي أنا استفدت جدا بالمجيء لهنا، وخبرة جيدة جدا بالنسبة لي، وأنا سعيد جدا بالمجيء لهنا، وأنا سعيد جدا بثقة النادي في استقدامي لهنا، وأنا هنا يعني لأستجلب مزيد من الخبرة في النادي الأهلي. يوندر، كلمني عن انتصار أمس. يمكن مباراة امبارح كانت مباراة مهمة لأنه كان الجيم الخامس، والاربع جيمات اللي احنا فزنا عليهم ما خدناش بطوله، وكان يعتبر امبارح فاينل. فكلمني عن المكسب بتاع امبارح ويمثل لك ايه مع اول كاس خدته مع النادي الاهلي. حسن، دي كان يعني كان انا بالنسبه لي كانت تجربه جميله جدا، ان انا سعيد جدا ان انا كسبت اول انتصار او اول كاس لي مع الاهلي وكلاعب، وكنت والمجهود انا قدمته مع النادي وفي الفريق، وده طبعا ده جه بعد مجهود كبير جدا مني ومن اللعيبه كلنا. طب يوندر، انت يعني هل جيت مصر قبل كده؟ No. He ido, he estado en Dubai. أنا زرت دبي. Y he estado en otro similar, Dubai. ومدينة أخرى مشابهة في المنطقة. تونس. طيب أنت يعني في مصر يعني سعيد بإقامتك، حاسس إن سعيد مع وجودك في الفرقة، يعني اندمجت بشكل عام مع الفرقة والعيشة في مصر؟ مع اللاعبين انا لدي افضل علاقه باللعيبه، بجميع اللاعبين. بالامس كنا متحدين للغايه. على المستوى الشخصي انا ما زلت اتاقلم بشكل جيد، وانا سعيد اتاقلم، وانا حتى الان حياتي جيده للغايه، واتمنى انها تتحسن مع الوقت. طيب انت يعني الفترة اللي جاية عندنا يمكن اربع بطولات مهمة، اربع كؤوس هيلعب عليها النادي الاهلي، يمكن البطولة العربية القادمة. مستعد للحمل العالي اللي جاي ده؟ انت كلاعب محترف وده شغلك، هل انت مستعد للاحمال العالية والبطولات القادمة دي؟ سي طبعا سي طبعا انا مستعد، والفريق كذلك مستعد للقادم وللقادم البطولات، وهي اهم للغاية، ومن الضروري ان احنا نفوز بيها لكي يتمكن النادي الاهلي يواصل حظ الالقاب والبطولات، وكذلك التطور كفريق وكنادي. يوندر، يمكن جمهور النادي الاهلي حبك، وبقى في علاقه يعني بنسميها يعني دعم و و و و وعشق من النادي الاهلي ليك ولادائك في الملعب. ترند بتشعر بده ازاي؟ هل على السوشيال ميديا؟ هل الفانز عندك على السوشيال ميديا؟ لان انا شايف ليك تواجد على السوشيال ميديا. بتشعر ازاي بدعم جماهير النادي الاهلي؟ hasta momento la afición ha sido muy incondicional conmigo. حتى الان دعم جمهور لي غير مشروط، دعم كبير للغايه، ويحيوني عندما يلتقوني في المباريات، وكذلك مع اللاعبين وداخل النادي الاهلي، الاداريين في النادي الاهلي، الاطفال، من يساعدوني في التمرينات. حتى الان انا امر بتوقيت جميل مع الفريق. بتتابع كره القدم؟ فريق الاهلي لكره القدم تابعته في كاس العالم؟ سيلوي؟ كرة القدم، كأس العالم الأندية اللي اتلعب، والنادي الأهلي خد المركز الرابع. فوتبول. يس، أي نو. بالتأكيد. إيه طيب يعني إيه أكتر ماتش يعني شفته للنادي الأهلي في كأس العالم فوتبول عجبك كرة القدم؟ إن el que ganaron 2-1، no me acuerdo contra quién era. المباراة التي فازوا فيها بهدفين لواحد. بالا
viendo el partido. Pero no recuerdo contra quién que ganaron. لكن لا اتذكر امام عبدالله me dijo que era muy importante que ganaran ese partido. عبدالله كان لاعبا اهم للغايه في الفوز بهذه المباراه. صحيح. Tengo muy buena relación con Bala. Quisiera mandarle muchos saludos porque desde el primer día que llegué وانا احييه وانا احييه لقد استقبلني بشكل رائع وعبدالله صلاح عبدالله وصلاح وسعيد en general todos los بوجه عام جميع افراد الفريق los amo حبيبي حبيبي لكن عشق اللاعبين حبيبي مين اللي عليه حبيبي دي بقى على طول كده طيب كابتن خالد يمكن